أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يوجد صغار السن يحصل بهم شيب، فهل هذا يدل على أنه نذير للموت أو أنه مرض أو وحشة؟ يقول: يوجد في صغار السن شيب. شيب؟ أي نعم. أي. فهل يدل هذا الشيب على أنه نذير للموت أو مرض أو وحشة؟ هذا مرض، يسمونها الأطباء الشيخوخة المبكرة، يسمونها الشيخوخة المبكرة، هذا نوع من المرض. نعم، الظاهر أنه ما له علاج. نعم.